وبرضو يا جماعة بتابع جولتي في سوق الأنصاري، وجولة مميزة عند راجل طيب، راجل والله أنا يعني لا أزكيه على الله، لكن هو عنده الحنية. إيه رأيك فيها؟ الحنية مطلوبة في كل وقت. منا بنتكلم في حنية على الناس. الناس تعبانة، الناس تعبانة قوي مش كده؟ واحنا الحمد لله مع الناس، والظروف الظروف زي الجواب مش مساعدة طبعا. ده اخويا تامر وحبيبي، تامر شغل كنال يا جماعة، جاي لك يا تامر، جاي لك جاي لك، واخد بالك؟ تعال سمك، تعال تعال صور اللي بتشتري. لا الحمد لله. السمكة الصغيرة دي بكام؟ الحمد لله ب 20. ب 20 جنيه يا جماعة؟ 30 بس خليناها ب 20. دي شرارة صغيرة، دي شاوي وقلي بفضل الله. دي تشويها وتعمليها بالدقة وكلي والحمد لله. الدقة عبارة عن فلفل وتومة وشطة وكمون وليمون ني تطلع من الساجة شاور. ايه؟ حط الدقة، حط الدقة 100 100. تمام. وعلى شط رز وشط طحينة وكلي. تمام. والشخر من المتوسط ده؟ الشخر ده الحمد لله ب 15. والله كويس يا حبيبي. طبعا عشان هو عندي حموكش يا جماعة، تليفونه معايا. كده؟ حموكش. الحمد لله. ده ب 15. والله كويس. والحارد ده؟ الحارد ده ب 60. غالي بل لا، ده 60 غالي. نخليه 55. ماشي. اللي أنت تقول عليها غالي. ليه يا جماعة دلالي على الناس؟ لأن في محبة بينا، في محبة ولا لا؟ أيوه طبعًا. ولا في غصب؟ لا لا لا، رباني، محبة رباني. الله يستر حالك. ربنا يعلم عم أحمد، بس هو إيه الجو الشتاء يعني. سمك قليل جدا عشان السرحة قليلة. جو سهل، جو سهل. والسرحة قليلة. الساعة دي السمك بيقل شوية الصيف. لا والهواء والطقس بيقلل السرحات. أكيد طبعًا، أكيد أكيد. كل ده يعني إحنا بنحاول على قد ما نقدر يعني. لو قلنا 55. بتاع الجيش ده كام؟ ده الحمد لله ب 90. 90. والله كويس. موزون ب 85. الحمد لله بناخد 5 جنيه بفضل الله. الله ينور عليك. احنا مش طماعين يعني، في ناس بتبيعه ب 100. حصل. انا بنبيعه ب 90. 90. 90. الحمد لله. والنتي على الكرة دي؟ دي ب 50. معقولة؟ بصوا يا جماعة. 50 جنيه. تشكيلة، بكرة على نتي. تشكيلة. تمام؟ وده ايه؟ ده بياض ب 30. بياض بكام؟ ب 30. بص يا جماعه ده انا جربته في الالي يا جماعه، شمعه بيضة. شوي جميل ده. مش كده برضو؟ في الالي ده شمعه بيضة. الالي او ممكن تشوفها زي ما هي كده. تشوف زي ما هي بقى، واذا كان كده افتح. بص يا جماعه. ما شاء الله يعني. جميل جميل. لا وظهرها، ظهرها يعتبر محمل لحم برضو. يعني هتلاقي فيها لحم يا جماعه. البياض بكام يا هشام؟ البياض بكام ده يا ابو اسلام؟ البياض بكام يا هشام؟ هشام بكام ده؟ ده ب 30. حلو يا جماعه. ما شاء الله. حلو يا جماعه، انا برشحه للاسر اللي هي يعني عايزه تعمل غدوه. عين السمكه، بصر السمكه عينها هدام، عينها صافيه كده. بص السمكه يا جماعه، القوام بتاعها متماسك. السمكه بص بضغط عليها متماسكه ب 30 جنيه. ها؟ انا مش هديها حاجه. البياض بتاعنا بتاع اكل السوايسه زي ما بيقولوا حاجه. ده ليا احسن حاجه ليه. ليا وشاوي بقى. انا الحمد لله عند السوبر الكبير بتاعه شويه احنا بننظفه. ده بنعمله بقى صواني وطواجن وشرب. رائع. ده كبير. حاجه مميزه. ده ده. ده حاجه مميزه جدا زي ما هو كده يا جماعه. ده حاجه مميزه جدا في الاكل. بطنه نظيفه جدا طبعا. الراجل ده بينظف سمك 10 على 10. بطنه نظيفه. يعني ممكن يتقلب حاله كده. هو صغير كده، لما بيكبر لازم بننظفه عشان ما يتلوش. والله هتيجي تسال عليه باذن الله. السمك قلنا ده يا جماعه جمبري دي اللي هو بتاع الجيش مزارع الجيش. كيلو، خد كيلو بياض عليه. عليه؟ البياض ده جميل يا باشمهندس. جميل جدا. انت اكلته؟ اكلته قبل كده وهاخد منه ان شاء الله. خد يا سلام. رز الكيلو. رز الاثنين. ده رقد يا جماعه. بكام الرقد ده؟ بكام الرقد؟ الرقد 50. حتى 30.
في معاك 50 معاك 20 50 50 20 حتى لا انا 20 معاك عين برده كيف شوف فكر معك يا محمد معك 20 معي العين برده بكام يا ابو هشام العين برده 60 60 هاي كم لك ده في التمليح ملوش حل حاجة عالية جدا ده بقى انا عايز اقول لك على حاجه مميزه فيه دي الشراره اللي هو شراره صغيره الفص بتاعها ده عارف صدر الفراخ البنيه بص تيبيكال بس انا بصراحه ما بزعلش مني انا بحب الكبير بيبقى احلى على فيه اديك كده وكده لا بالعكس يا باشمهندس اديك بس خلفيه برضه عشان اديك نقطه انا خدت الصغار ده ليه طعم جدا الاصغر من ده كمان ليه طعم يعني بسم الله ما شاء الله عليك يعني معلش انا ما جربتهاش لكن هاخد انت كلامك مصدق طبعا حلو طيب. انا كابت الكبير وكابت الصغير الصغير احلى من الكبير تمام نقول العنبر ده في التمليح العنبر ده في التمليح حلو حلو بكام العنبر ده العنبر بكام يا وريني الصدفه اللي في ايدك دي كده ده صدفه حجم يعتبر صغير بالنسبه بتوصل 5 كيلو و10 كيلو بتوصل و15 20 كيلو ده في الفيليهات والحاجات دي ما شاء الله جميله بكام بكام الكبير منها فيليه لكن دي تنظيف وآلية صغير ده آلية بكام الكيلو فيها كيلو ب40 ب40 ده الصدفه بالنسبه للشوربه احلى سمك يعمل شوربه الصدفه الصدفه شوربه زي الزرابين كده برضه بيعمل شوربه حلوه الزرابين لا 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 ده احلى بكتير احلى بكتير لا ما شاء الله يعني بص جربوا مره كده اللي بيجربوا بيجي ياخدوا تاني ربنا يحسن سوقكم الباغه دي لاشيتا دي كاسكومري كاسكومري دولها اصفر اخمني اهو بص يا جماعه دي الاصفر يا باشا ده كاسكومري خد جمبري بكام الحجم ده ده عشان في وقف في اليومين دولت عامل 60 جنيه كان ب 50 حلو كان ب 50 و 40 لا كان ب 40 و 35 و 30 لكن الجو كان ماشي قول ب 50 قول ب 50 يلا 50 عشان خاطرك انت ب 50 حاج هشام قال عشان خاطرك انت ب 50 يا باشا ماشي بنضحي عشان خاطر الايام العاديه 30 دعمها ربنا يحسن سوقك ويوسع رزقك يا ابو هشام يا رب العالمين على كده هينزل معاك الفيديو ده ان شاء الله عشان في اخ في المنصوره تامر ده حبيبي بقى تامر 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 فلايك تامر كناز عمر بس عايز اجي لك بس ما تولدش العروسه دي الجميله سمك كناز بس تمام تمام عارف كناز لو جبت بدل بكام العروسه النهارده؟ 120 جنيه 120 بتعمل كفايه دي 50 طبعا انا مش هصور عنده لان فرشه خلص السمك يا رب يوسع عليه السمك بيجي بيطير بسرعه ربنا يوسع عليه على السمك بيجي سمك كنال بس لينا لقاء يا تامر ان شاء الله